ده بالنسبة للسؤال 3، بين أنه لكل إكس من صفر زائد ما لا نهاية يجب أن نصل لهذه الكتابة من المشتقة. إذن نضع هنا لدينا f دو إكس هي إكس عامل لإثنان ناقص إكس أس واحد على ثلاثة. هنا قمنا بتحويل هذه الكتابة للجذر النوني من الرتبة 3 لإكس إلى إكس أس واحد على ثلاثة. إذا نقوم بحساب المشتقة، مهما يكون x ينتمي لصفر زائد ما لا نهاية، هنا لدينا الدالة f هي عبارة عن جداء دالتين، وكتذكير اشتقاق جداء دالتين f في j هو اشتقاق f في j زائد f في اشتقاق j. يعني هنا f لدينا هي x و j هي هذه الكتابة. في x اشتقاق j التي هي هذه الكتابة. اشتقاق x هو واحد، أي تبقى اثنان هنا كذلك. هذه الكتابة عبارة عن على شكل دالة، دالة f أس n. n هي 3 جداء، يعني مشتقة f، يعني هي هذه الكتابة. هنا ستكون مربع، لأنه كما قلنا n ناقص 1 و n هي 3 و 3 ناقص 1 هي 2. هنا سنقوم باشتقاق هذه الكتابة. كذلك كتذكير اشتقاق x أس n هي n جداء x أس n ناقص 1. هنا لدينا اثنان ثابتة، يعني اشتقاقها صفر، و x أس 1 على 3 سنقوم هنا بإنزال، لدينا هنا ناقص لكي لا ننسى، يعني ناقص 1 على 3، نقوم بإنزال 1 على 3 وستكون جداء x، كن قلنا أس n ناقص 1، لدينا n هي 1 على 3، 1 على 3 ناقص 1 هي ناقص 2 على 3. جداء الكتابة المتبقية. لما يكون x ينتمي لصفر زائد ما لا نهاية،
هنا يمكن اختزال 3 مع 3، سوف تصبح هذه الناقص سوف تخرج يعني خارج القوس، وهنا سيكون جدا x في x أس ناقص 2 على 3. هنا لدينا x أس 1، إذا جمعناهم سيكون يعني هي 3 ناقص 2 على 3 هي x أس 1 على 3. جدا طبعا الكتابة الأخرى التي هي إذا قمت بحفظ الكتابة سنقوم بالتعميل بإثنان ناقص إكس أس واحد على ثلاثة مربع، سوف تبقى لدينا هنا هي 2 ناقص x أس 1 على 3 ناقص x أس 1 على 3. إذا قمنا هنا بجمع هذه الكتابة سوف تصبح هي 2 ناقص 2 إكس أس 1 على إكس أس 1 على 3. وهنا يمكن التعميل بإثنان بالنسبة لهذه الكتابة، إذا عملنا هنا بإثنان سوف تصبح هي إثنان عامل لإثنان مربع عامل لواحد ناقص إكس أس واحد على ثلاثة. وهنا قد وصلنا للكتابة التي طلبت منا، إذا وكذلك فقط يعني هي إكس أس واحد على ثلاثة هي الجذر النوني من الرتبة ثلاثة لإكس. إذن قد وصلنا للكتابة المطلوبة بالنسبة للدالة المشتقة. إذن السؤال الرابع، ضع جدول تغيرات الدالة F، ومن أجل تحديد تغيرات الدالة F سنقوم بتحديد إشارة مشتقات الدالة F. إذن بالنسبة للسؤال الأربعة يعني جدول تغيرات، قمت برسم جدول تغيرات الدالة F. لدينا المشتقة قد بينا يعني هذه الكتابة في السؤال 3. إذا كما نرى هنا يجب تحديد إشارات المشتقة، لدينا 2 موجب و2 ناقص جذر 3 لإكس مربع موجب، يعني مشتقة الدالة F هي إشارة 1 ناقص جذر 3 لإكس، وانطلاقا من إشارة 1 ناقص جذر 3 لإكس سنقوم برسم جدول تغيرات الدالة. دائما في جدول تغيرات الدالة لدينا هنا مجموعة تعريف الدالة صفر زائد من لا نهاية، الدالة متصلة في الصفر إشارة المشتقة F' لـ X، لدينا هنا إشارتها يعني هي مشتقة تنعدم في واحد، إذا عوضنا يعني بحل المعادلة هي تنعدم في واحد، وفي المجال واحد زائد من لا نهاية إشارتها سالبة، وفي القطعة صفر واحد هي إشارتها موجبة، إذا وذلك بأخذ خذوا قيما وعوضوا هنا في هذه الكتابة سوف تجدوا إشارة سالبة هنا وموجبة هنا. وكما هو معروف أنه عندما تكون إشارة المشتقة موجبة الدالة تكون تزايدية، وعندما تكون سالبة الدالة تكون تناقصية، وهذا الخط هنا يعني بأن الدالة تقبل مماس في النقطة الصفر، كما أنه بينا بأن قابل الإشقاق في نقطة الصفر، وكذلك هي متصلة في النقطة الصفر، إذا الدالة تنطلق من النقطة صفر صفر من المماس الذي معادلته انت يعني قمنا بالإجابة عليه في السؤال 2، معادلته Y تساوي 8X، يعني مماس المعادلة Y تساوي 8X.
يعني سوف من النقطة صفر صفر تزايدية نحو المماس الأفقي. يعني تعلمون أنه عندما تنعدم المشتقة في نقطة تكون الدالة تقبل المماس الأفقي في تلك النقطة. إذن الدالة لها مماس أفقي في النقطة ذات الإحداثيات واحد واحد. إذا عوضنا هنا واحد في الدالة سوف نجده يساوي واحد بتعويض واحد في الدالة f دو x. وتذهب الدالة تناقصية نحو محور الأراتيب كما قلنا يعني في السؤال 2 بعد حساب نهاية f دو x عندما تؤول x إلى زائد من النهاية وكذلك نهاية f دو x على x عندما تؤول x إلى زائد من النهاية. أولنا النتيجة هندسية وقلنا بأن منحنى الدالة CF يقبل محور الأراتيب كاتجاه مقارب بجوار ناقص من النهاية لأنه لدينا نهاية الدالة تساوي ناقص من النهاية. إذن سنرى منحنى الدالة F. هذا هو منحنى الدالة F. الدالة معرفة في المجال صفر زائد ما لا نهاية كما قلنا لكي نراها مع جدول التغير سوف تنطلق من المماس. ها هو المماس بالمعادلة Y تساوي 8X. يعني نقوم برسم المستقيم بالمعادلة Y تساوي 8X ونقتطع منه. يعني نقوم فقط بأخذ الجزء المماسي بالنسبة للمنحنى. تنطلق من المماس من النقطة 0 0 نحو قيمة قصوى ذات الإحداثيات 1 1 حسب جدول التغيرات هي القيمة القصوى هنا. وتذهب تناقصيا نحو محور الأراتيب بجوار ناقص من النهاية وهنا. والدالة يعني سوف تذهب تناقصية وستقطع محور الأفاصيل. والنقطة التي تقطع فيها الدالة محور الأفاصيل هي النقطة التي تنعدم فيها الدالة. وهنا قد قمت بحساب يعني F لـ8 عوضنا في الدالة هي 8 عامل 2 ناقص جذر. هنا 8 هي 2 أس 3 يعني سوف تعطي 8 عامل 2 ناقص 2 أس 3 تساوي الصفر. يعني الدالة تنعدم في 8. هنا فقط كتذكير يعني الجذر النوني N X أس N يساوي X. يعني هنا الشيء الذي طبقناه هنا عندما تكون 2 أس 3 الجذر النوني لـ3 تبقى 2. إذن الدالة تنعدم في النقطة 8 أي تقطع محور الأفاصيل في النقطة 8. ثم تذهبون تناقصية كما قلنا يعني بجوار ناقص من النهاية يعني محور الأراتيب. هو محور الأراتيب مقارب يعني يكون المنحنى يعني يقبل فرع شلجمي. هنا يعني يكون المنحنى على شكل فرع شلجمي باتجاه محور الأراتيب باتجاه ناقص من النهاية. إذن هو المقارب محور الأراتيب بجوار ناقص من النهاية لأنه لدينا النهاية تساوي ناقص من النهاية نهاية الدالة F عندما تؤول X إلى زائد من النهاية أي بجوار ناقص من النهاية. يكون منحنى الدالة على شكل فرع شلجمي. إذن هذا فيما يتعلق بالنسبة لي منحنى الدالة. إذن شكرا لتتبعكم ونراكم إن شاء الله في فيديو